عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا. الصدقة لا بد أن تعطى لمستحقها وتوضع في مصرفها، يدفعها المتصدق مخلصاً لله حيث أمره الله. وقد ذكر النبي الكريم أصنافاً ثلاثة لا تحل لهم الصدقة ولا يجوز لهم أن يأخذوها: أولهم الغني الذي له دخل يكفيه وعياله غير مسرف ولا مبذر، ثانيهم ذو المرة القوي وهو الذي يستطيع العمل ويمكنه أن يتعلم حرفة أو له حرفة يمكنه أن يستغني منها، ثالثهم المتأثل مالا وهو الذي يجمع المال فتجده يسأل الناس أو يقبل صدقة الناس وهو ليس من أهل الصدقة ولكن همه جمع المال. ومن أخذ الصدقة غير مستحق لها مقته الله وغضب عليه والعياذ بالله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.